الموعد مع السي محمد ياسين الجلاسي نقيب الصحفيين اللي موجود معايا بالهاتف. شكرا لك محمد ياسين الجلاسي اللي موجود معايا، شكرا لك على قبول الدعوة. مرحبا بك، والعفو اني ما قدرتش نحضر لبرشا التزامات، فحاولت ان نكون معكم على الاقل بالهاتف. تحيه ليك ولكل المستمعين والمستمعات. وتحيه ليك وتحيه لكل الصحفيين والنقابه الوطنيه. احنا زاد اللي نطلب منك الاعتذار بما انه طولنا شويه اليوم، لكن نخلطوا على 10 دقائق ونعرف اللي سيادتك قادر نجاوب فيهم. النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين اللي تصدر بيانها 26 أوت 22، واللي تحكي على انه اصبحت ازمه الحصول على المعلومات في تونس اكثر تعقيدا، واللي تحكي على انه من بين على حالات الاعتداء على الصحفيين وتذكرت عديد الحالات. اليوم كيفاش توصف الوضع الإعلامي؟ وكنت تسمع في زهير المغزاوي يقول أنه قد نتجه إلى مراسيم تنظم القطاع على خلفية انتخابات مرتقبة. سي محمد ياسين الجلاسي، بالضبط هو كنت نسمع في الصديق زهير المغزاوي أنه الكلام اللي كان كبير وجيه جدا من خلال يعني امتلاك لرجال الأعمال وأحزاب سياسية لوسائل الإعلام وما إلى ذلك. هذا كله أكثر ناس حاربنا في الاتجاه هذا، ولكن المشاكل اللي كان يحكي لها زهير المغزاوي زيدها مشاكل اخرى خلقوها بعد 25 جويلية 2021، وهي ضرب حق النفاذ الى المعلومه، التعتيم التام عبر المشروع 19 واللي يحرم كل المواطنين والمواطنات والصحفيات والصحفيين والنشطاء من المعلومه ويحرمهم من انهم ياخذوا حقهم في المعلومات في وسط حاله تعتيم ما شهدتهاش تونس قبل. ايضا عندك مساله الاعتداءات اللي قاعده تكثر يوميا على الصحفيين، واللي التقرير نسجل انه اعلى نسبه اعتداءات في حق الصحفيين في السنوات الاخيره كانت في السنه الماضيه اللي تعديت توا من 25 جويليه ل 25 جويليه هذه. ايضا المحاكمات والتتبعات في حق الصحفيات والصحفيين، واليوم انا نشوفه في زميل ماني محتجز لمده 5 أيام محتفظ به بمقتضى قانون مكافحه الارهاب، واللي ملفه ما فيه حتى تهمه، ما فيه حتى جريمه، ما فيه حتى مبرر لايقافه. يعني ماني مع السلطه إذا كانت حتمشي في إصلاحات حقيقة ومراسيم حقيقة أنها تهتم بالمسألة التي تعني الحريات، التي تعني يعني حق الناس في النفاذ إلى المعلومة، لأنه المواطنين التونسة ما همش قصر باش يتم حرمانهم من المعلومة، وحقهم يعرفوا شنو صاير في بلادهم. وأيضا من حق وسائل الإعلام أنها تكون حرة ومستقلة، ومن حق ومن واجب الدولة أنها تضمن هذه الحرية وتضمن حق الناس في أنهم يخدموا وتضمن سلامتهم الجسدية، ولا تشجع على الانتهاكات وتحاقب وتعاقب وتتتبع كل الناس التي تتورط في الاعتداءات على حرية الصحافة ولا الصحفية. ياسين الجلاسي، في بطبيعة الحال حكيت أنا على بلاغ 26 أوت، لكن البلاغ زاد مهم، بلاغ 7 سبتمبر 22، وين تقول النقابة أنها تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانشغال كبير إقدام النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الاحتفاظ بالصحفي غسان بن خليفة مؤسس موقع انحياز لمدة 5 أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد تسجيل فريق الدفاع لخروقات إجرائية وشكلية بالجملة رافقت عملية الإيقاف. ماذا يحدث يا ياسين؟ معناها اليوم نعرف إلى أي مدى قانون الإرهاب هو متسع في الآليات التي يمكن تنفيذها، هذا نعرفه اليوم. هل النقابة أخبار وإلا فكرة على التهمة وإلا الشبهة اللي موجودة حول غسان بن خليفة؟ بالضبط، هو ما تمش تهمة، احنا قلنا هذا ما تمش حتى تهمة إلى حد الآن موجهة لغسان بن خليفة، وما تمش حتى مسألة متعلقة ب انه ثم دليل مادي والا ثم شبهة ارهاب والا ثم حاجه عندها علاقه بتمويل الارهاب والا حتى الدعايه او ما يمكن ان نسميه بين ظفرين الدعايه ولا تمجيد. يعني هذا كله مش موجود. انا طلعت على عن طريق المحامين اطلعنا على ملف القضيه، ما فيهوش الشيء هذا، وايضا ما فيهوش حتى حاجه يعني تستوجب ايقاف، واحنا ما نجدد ان الناس يتم تتبعها، ولكن ما تمش ما يستوجب ذلك. فضلا على انه نبهنا له ايضا في البيان انه راهو تمت مداهمه منزله ومنزل عائلته فيه ام وابوه، وتم محاسبه حاسوبه وحاسوب امه حاسوب اخوها عفوا نهار الاثنين الياس من بلاصه لبلاصه، من الفرقه الجرجاني للعوين المحكمه تونس القطب الارهابي، والناس تتبع وما تم حتى اخبار. راهو تم ناس انكرت انه موجود من الامن وكل الجمهوريه قال ما عنديش عليه فكره ملف، وشفت هذا الكل المسلسل هذا الكل، وبعدين فهمني يحتفظوا به 5 أيام دون ان يتم يعني سمح له بانه يقابل محاميه، وايضا ما يوجهولوش تهمة ويحرموه من أبسط حقوقه يعني في الدفاع وحق أي متهم في الدفاع. احنا غسان نعطي الناس كل يعرفوا غسان بن خليفة أنه صحافي، أنه يعني تقدمي بعيد كل البعد على
يعني الارهاب والتطرف، بعيد كل البعد على الشيء اللي قاعدين يتوقفوا فيه اليوم. وايضا يؤكد انه الاجراءات التعسفيه هذه والممارسات التعسفيه قاعده تمس وقاعده يعني تجي على الاخضر واليد. برشا ناس اليوم قاعده تحرم من حقوقها، ونحكي على عموم المواطنات والمواطنين، انا فقط مش نحكي على الصحفيين، تحرم من حقوقها وينكل بها ويؤخذ عليها بالضرب، حتى شكون ثم شكون مات، وثم شكون في حالات حرجه بسبب اعتداءات امنيه، وحتى يعني وثم شكون يعني يقبع في السجون من اجل انه فقط عبروا لارائهم. هذه دوامه يجب ان تقف، يعني مش فقط قضيه غسان مخليفه اللي هو زميلنا وجبنا دافع عليه، قضيه حريات كل الناس اللي قاعدين يتعرضوا، حريتهم مهدده، يعني وجودهم اصبح مهدد، حرمتهم الجسديه اصبحت مهدده، والقانون يتم تجاوزه بكل يعني خطوره. واليوم اجهزه الدوله هذا يعني تصفي حساباتها مع كل من ينقد وكل من يقول لكن كلمه. لكن سيد يعني النقيب لسائل ان يسال ماذا للنقابه ان تفعل؟ معناها اليوم انتم التحرك النقابي للنقابه الوطنيه بكشي لازم تحرك على مستوى رفيع اكثر لرفع هالحيره هذه حول هذا الانطباع انه المهنه قد تتحول الى مقاومه ساعات اليوم في تونس. معناها الحقيقه سي محمد ياسين جلاس سي نقيب صحفيين، هل من مساعي للقاء مع السيد بودن ولا لقاء مع السيد رئيس الجمهوريه ولا لقاءات رفيعه المستوى لرفع هذه الحيره لتبليغ هذه الحياة؟ احنا علاقتنا اكيد ياس شكرا على السؤال. احنا علاقتنا راهي ماهيش ما عمرنا مقطعنا علاقه مع السلطه، كنا ديما متواصلين مع السلطه مهما كانت، ولكن هي السلطه التي تقرر يعني انها تقاطع الناس اللي عقاب لهم على مواقفهم، واحنا دائما نعتبر انه لازمنا نكونوا في تواصل مع السلطه، وكما قلت لك هي من قرر ذلك. ايضا احنا نفتحوا يعني من واجبنا ومن واجب السلطه انه يتم هذا الحوار والتحاور حتى نتجاوز هذه الملفات، ولكن في نفس الوقت نقول اننا مستعدون للدفاع على كل منظورنا، حتى في قضيه غسان ثم تحرك باش يصير غدوه، انا مازلنا ما حددناش بالضبط، ولكن تحرك ميداني باش يصير افاتير من غدوه، باش نقوم بكل ما يمكن ان نقوم به حتى ندافع على زميلاتنا وزملائنا. وايضا أن في نفس الوقت أنه على السلطة أنها تتحاور مع الناس، أنها تحكي مع الناس، رغم مش ممكن يا إلياس توا ثم سلطة لا تتحدث أصلا ما تكلمش، وأيضا لا تتحاور مع الناس. هذه ما رانا 2022 راهو الناس يعني ابتكرت أشكال بتاع تواصل حوار بتاع. احنا اليوم الوضع اللي عايشين فيه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، والناس ما السلطة عايش تحكي مع شعبها. أنا بالطبع هذا نعيشه كل يوم. أنا سي محمد ياسين جلاسي صحيح ونأكد كلامك، بما أنه اليوم قنوات الحقيقة النقاش وقنوات الاستضافة وقنوات الحصول على المعلومة تقريبا صعبة وصعبة جدا مع الحكومة الحالية، وكأنه فما تعليمات باش ما يصيرش باش ما تكونش فما المعلومة. لكن أنا اللي يهمني هو تحرك المهنة إزاء ذلك. اليوم إذا كان فما مثلا مرسوم مرتقب حول تنظيم الانتخابات ويهم المهنة، فما شكون تصل بينا، فما شكون تصل بكم كنقابة، فما شكون تصل بمهنة الصحافة في تونس، فما شكون يحب يشرك، قالوا لكم شي أنه من المفروض تقابلوا أيكا إيزي نقابة لبلورة مرسوم ولا مشروع، هذا موجود الآن أم لا؟ هذا نعم هذا مش موجود. احنا نقوم بدورنا نتصل بكل الناس المعنية بالمسألة هذه، ولكن هذا مش موجود. المراسيم والقوانين التي تصار يعني منذ 25 جويلية تصار في ظروف مظلمة الناس ما يعرفوها إلا ما تهبط، وتهبط بأخطائها كما شفت الدستور هبط كله أخطاء، حتى دعوة الناخبين وكلها تهبط فيها أخطاء لأنه لا يتم التشاور فيها، ولأنها تصار داخل غرف مظلمة ولا يتم إطلاع الناس عليها أو على الأقل التشاور مع الناس. راهو التشاور مع الناس ماهوش مزية، راهو من أي حد، راهو من سواء كانوا نشطاء أو معارضين أو أحزاب أو جمعيات أو صحفيين، كل هذوما مواطنين أصليين في البلاد، من حقهم على الدوله وعلى السلطه ان تحاورهم. لليوم كما قلت راهو باش نقوموا الصباح والا نسهروا شويه في الليل، نلقاو مرسوم انتخابي، قانون انتخابي خرج، باش نلقاو معناتها اجراءات جديده خرجت من غير ما يتم الحوار فيها، من غير ما يتم معناتها تشريك الناس فيها. اذا كان يعتبر رئيس الجمهوريه انه من مظاهر الديمقراطيه انه ينفرد بكل الامور هذه ويصيغ على 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 كيفه، فانت لقمت ربي معك، ولكن عافينا من هذا خطاب الديمقراطيه ومن خطاب التشارك وما الى ذلك. هذا يعني تمشي انفرادي، تمشي يقصي كل القوى الحيه للمجتمع، وتمشي سيضر بتونس، وهذا يسيء جدا لصوره تونس يعني في الخارج، وايضا يفقد
المواطنين والمواطنات ثقتهم في أجهزة الدولة وقدرتها على أن تتجاوز كل هذه المشاكل. اليوم فما مشاكل كبيرة بالجمع قاعدة كثير ناس مش خالطة على 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 السكر وعلى على السميد وعلى المواد الأساسية وعلى الزيت وعلى الصوص، والدولة ما تخاطبهمش ما تطمنهمش ما تقولهمش راهو الناس مسيطرين على الوضع أو هاو باش نعملوا كذا هاو. اليوم راهو هذا حالة ما لازمش توصل، لأنه مش فقط الياس مسألة تاع حريات وتشريك وديمقراطية، هذه مسألة وجود ومسألة حياة أو موت بالنسبة للتوانسة وبالنسبة للدولة. شكرا لك سيد النقيب، نقيب صحفيين تونسيين محمد ياسين الجلاصي.